وفي حلقتنا تتابعون هذا المساء. الحكومة التونسية تستقيل بعد سحب أكثر من 100 نائب ثقة منها، فأين تقود حركة النهضة البلاد سياسيا؟ الحكومة العراقية تتطلع إلى نزع سلاح الميليشيات والقبائل، من يؤيدها وما هي الصعوبات؟ الحكومة التونسية تستقيل بعد انقلاب كتلة حركة النهضة عليها، تتوجه الأنظار إلى قصر قرطاج لترصد ماذا يمكن أن يفعل الرئيس قيس سعيد بشأن هذه المتغيرات. فأين يمضي المشهد السياسي في تونس؟ وهل أنقذت استقالة الفخفاخ حركة النهضة من الأزمة التي تحاصرها تحت قبة البرلمان؟ أي خيارات دستورية ستكون المخرج للأزمة السياسية التي بات يعيش على وقعها البرلمان والائتلاف الحكومي على حد السواء؟ فمع توجه النهضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عبر تمكنها من جمع 109 من أصوات النواب، تعتبر قراءات أخرى أن الرئيس التونسي قيس سعيد خير لغة التصعيد بعد دعوة الفخفاخ لتقديم استقالته لضمان بقاء المبادرة بيد رئاسة الجمهورية. ولم يقف الجدل في نقطة تضارب المواقف، بل خلق احتقانا غير مسبوق وحرب لوائح بين المطالبين بتغيير المشهد الحكومي والمنادين بإبعاد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، كل وفق سياسة 109 أصوات. في ظل هذه الأجواء يبدو أن هناك عملية لي ذراع بين طرفين اثنين وعلى المسارين الحكومي وكذلك أيضا البرلماني. هناك من يريد تحجيم دور حركة النهضة وإرجاعها إلى موقعها الطبيعي من خلال إبعاد راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، وكذلك أيضا التحرك باتجاه إعفاء وزراء النهضة من الحكومة، وهناك حركة النهضة تناور بشدة للحفاظ على موقعها في الحكومة وكذلك أيضا لإبقاء رئيسها رئيسا للبرلمان. وتتهم النهضة الفخفاخ بتضارب المصالح وإرباك الوضع، غير أن بعض القراءات وصفت قرارها بلي الذراع لتوسيع الحزام السياسي للحكومة وتشريك حليفيها قلب تونس وائتلاف الكرامة وإقصاء مبادرة الرئيس قيس سعيد الذي قد يقصي أحلام النهضة باختيار شخصية أخرى يراها مناسبة لترأس الحكومة المقبلة. السيناريوهات المطروحة الآن بعد طلب الاستقالة هو أن يستجيب رئيس الحكومة، وأظن أنه استقالته أصبحت ضرورة ملحة تقتضيها الأوضاع الحالية، لأنه عكس ذلك وهو السيناريو الثاني هو المرور إلى سحب الثقة منه وإقالته من قبل البرلمان، وهذا الأمر في الحقيقة سيضيع الكثير على بلادنا. وتبقى 109 أصوات هي رهان حركة النهضة وحلفاؤها لإزاحة الفخفاخ، غير أن عودة المبادرة إلى قيس سعيد قد تسحب البساط من تحت أقدام هذه الأحزاب. فيما تتبنى حركة النهضة خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تذهب رئاسة الجمهورية إلى ضرورة استقالة الفخفاخ وعودة المشاورات من جديد إلى الرئيس التونسي لتشكيل الحكومة المقبلة كخطوة دستورية تنهي الأزمة والخلافات وتقطع الطريق على المصالح الحزبية الضيقة. نجلاء بوخريس، الغد، تونس. لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من تونس السيد محمد صالح العبيدي الكاتب والمحلل السياسي، ومن تونس أيضا النائب في البرلمان عن حزب قلب تونس السيد فؤاد ثامر. مساء الخير، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد فؤاد، الفخفاخ إذن يقدم استقالته، هل بتصورك يحمل ذلك حلا للأزمات السياسية القائمة في البلاد أم يحمل مزيدا من التعقيد لمشهد سياسي متأزم أساسا؟ شكرا، مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين في قناة الغد. الأكيد كنا ننتظر كونه السيد إلياس فخفاخ منذ يعني جلسة 100 يوم، ومنذ أن انكشف أمره في قضية تضارب المصالح،
كنا انتظرنا كونه يقدم استقالته وينهي هذه الجدل ويعني يوفر على تونس هذه الأيام التي أضاعها بهذا التلكؤ وبهذه المماطلة وبسياسة الهروب الأمام التي اتبعها. واليوم يعني هذه السياسة لم تعطي أكلها، واليوم شفناها قدم استقالته. طبعا تقديم استقالته هذا اعتراف ضمني كونه أخطأ وكونه لم يكن على حق، واليوم الأكيد كونه هناك جدل دستوري. طبعا نحن نعتقد كونه هذه استقالته ليست بذي موضوع، يعني قمنا ب يعني تسجيل سحب الثقة منه وب لائحة لوم ب 105 نائب، وبالتالي يعني الاستقالة أتت بعدها، وبالتالي هي ثانوية اليوم، وهو انتهى منذ جلسة المئة يوم ومنذ أن انكشف أمره بمشكلة يعني تضارب المصالح. وبالتالي هذه نعتقد أنها يعني رخصة الديك المذبوح، وتونس في الحقيقة اليوم لا تنتظر منا مثل هذه التجذبات. كان بالأحرى عليه كونه يقدم استقالته منذ اليوم الأول ويوفر لتونس ولشعبها هذه الأيام. رأوا اليوم رأنا لكن سيد فؤاد، هل فعلا كما يعني قلت الفخفاخ هو من هرب للأمام من كل هذه الضغوطات التي كانت تمارس عليه من حركة النهضة وحلفائها للسعي للوصول لاستقالاته تحت ذريعة أو عنوان قضايا فساد، أو هي شبهات أساسا بقضايا تضارب مصالح، أم النهضة وحلفائها هم ربما من يهربون للأمام وصولا للضغط نحو هذه الاستقالة هربا من كل التحديات التي تواجهها النهضة تحت قبة البرلمان في هذا السعي المستمر للإطاحة بالغنوش من رئاسته؟ السيد الياس فخفاخ هو الذي أخطأ، والسيد الياس فخفاخ هو الذي يعني تحوم حوله شبهات تضارب المصالح. وكنا منذ البداية قلنا كونه يا إما يقدم استقالته أو معناها يكون على الأقل يعتذر للشعب التونسي ويقول راني أخطأت ويقر بخطأ. للأسف يعني ما شفناش الشيء هذا، وهو ما عبناه عليه، وهو ما جعلنا اليوم يعني نذهب في سحب الثقة منه ونذهب في لائحة لوم ضد. سيد محمد مساء الخير، مرحبا بك معنا. كيف تقرأ هذه التطورات خلال الساعات القليلة الماضية؟ هل نحن أمام حلحلة للأزمات القائمة، أم البلاد ماضية نحو مزيد من التصعيد والتعقيد؟ فقط في جملة بسيطة جدا، وتعجب وعجبا أن يتحدث ممثل عن حزب يشتبه في رئيسه أنه ليس فقط يعني عنده تضارب مصالح، وإنما عنده إشكاليات تبييض أموال وإشكاليات للعديد، مشكلة كبيرة جدا مرتبطة بتهرب ضريبي يعني يصل إلى أكثر من 16 مليون دينار تونسية، وقناة تلفزيونية تشتغل خارج القانون. هذا جانبا. أتحدث اليوم أنه في نهاية الأمر استقالة الفخفاخ هي عملية تكتيكية من رئيس الجمهورية لقطع الطريق على حركة النهضة، قطع الطريق على حركة النهضة التي أغرت من أغرت داخل البرلمان، وساومت من ساومت داخل البرلمان، وابتزت من ابتزت داخل البرلمان من أجل تجميع 105 صوت. لم تكن 105 صوت التي جمعتها حركة النهضة اليوم يعني من باب الصدقية السياسية ومن باب المصداقية الأخلاقية التي تريد إزاحة الفخفاخ، هي كلها من باب المساومات ومن باب المناورات السياسية التي تأخذها الحركة الإسلامية في تونس. للأسف الشديد يعني حركة النهضة لا تريد أن تقول أنها منفعة بإقالة الفخفاخ يعني من أجل يعني تحقيق قيمة مضافة اقتصاديا واجتماعيا، وإنما لأنها فشلت أن تخضع الرجل لابتزازها، وفشلت أن تضرب الرجل يعني تضرب بالرجل الرئيس قيس سعيد. أنا أقول اليوم أنه انتصر الرئيس التونسي قيس سعيد على كل مناورات حركة النهضة بالاستباق، بالدفع الياس الفخفاخ إلى الاستقالة. ما دون ذلك هو كله هراء وكله أضغاث أحلام مثل ما قال يوم أمس الرئيس التونسي قيس سعيد. وبالتالي أريد أن أريد تفضل سريعا باختصار كيف
كيف استاذ؟ سيد محمد كنت اسمعني، كنت اود سؤالك، انه اشرت بانه الرئيس مضى الى الطلب من الفخفاخ الاستقاله في خطوه تقول بانها استباقيه لما قد تقدم عليه النهضه لاحقا تحت قبه البرلمان، لكن يتساءل البعض هل نحن امام خطوه استباقيه ام ربما استجابه او رضوخ بين قوسين لضغوطات حركه النهضه وتقديمها لهذه اللائحه الموقعه من اكثر من 100 نائب؟ هي خطوة استباقية من الرئيس التونسي قيس سعيد، لأنه يعلم تمام العلم أن ائتلاف الكرامة وحركة النهضة وحزب قلب تونس الذي تشوبه العديد من الاتهامات بالتهرب الضريبي وبتبييض الأموال يريدون إعداد سيناريو للإطاحة بالحكم من أجل خدمة مصالح وأجندات، جزء منها تخدم مصالح حركة النهضة الإقليمية وجزء آخر تخدم مصالح قلب تونس الشخصية في رأس رئيسها نبيل القروي. وبالتالي قيس سعيد أراد أن يقطع الطريق أمام هؤلاء، هذا ما يمكن أن نقوله اليوم من أجل أن يضمن لنفسه استعادة المبادرة لاقتراح شخصية جديدة، لأنه حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والكل يعلم أنه قلب تونس ويعلم أنه حركة النهضة وائتلاف الكرامة هم يعني يحملون خطاب عنيف وعنيف جدا وينتمون إلى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. أتعجب تمام العجب اليوم أنه قلب تونس من أجل مصالح رئيس حزبه أنه يتنازل بهذا الشكل، أن يعطي هدايا للإخوان المسلمين في تونس من أجل خدمة رئيسه ومن أجل خدمة معناتها نبيل القروي في قضايا ضيقة وضيقة جدا لا تخدم البلاد ولا تخدم مستقبل البلاد وما دون ذلك. هل يوجد حكومة في العالم يمكن تقييمها بعد 6 أشهر من العمل؟ هل يوجد حكومة في العالم يعني أنه لم تتجاوز 110 يوم من العمل يمكن تقييمها إلا إذا كان هناك مصالح جانبية تخدم هؤلاء؟ ما رأيك في ذلك سيد فؤاد؟ كل هذا المشهد الذي نتابع تفاصيله وتتوالى هو مضي لتنفيذ أجندات ضيقة وحسبات ما تدور بين النهضة وخلفائها من أبرزهم حزب قلب تونس. هو رحم الله إلياس فخفاخ سياسيا، وهذا كانت رصاصة الرحمة أطلقها على نفسه اليوم، وأنا أتعجب في الحقيقة من يدافعون عليه، يعني كيف يعني هيئة مقاومة الفساد يعني تقرير ب20 نقطة كلها مدان فيها الياس فخفاخ، وأتعجب كيف يدافعون عليه وهو، وأعتقد كأنها تلك رقصة الديك المذبوح. واليوم الياس فخفاخ هو من ورط نفسه بنفسه، هو من تحدث بلغة التعالي، هو من هرب إلى الأمام، هو من لم يعتذر للشعب على ما اقترفه في حقه، هو يعني كل شيء، كل ما حصل مسؤول عنه بدرجة أولى الياس الفخفاخ. وبالتالي كما قلت لك أتعجب من يدافعون عنه، ويعني من البديهي كونه أي نائب اليوم يعني أمام ضميره كونه يسحب الثقة من الياس فخفاخ. واليوم لمعلوماتك كونه 105 نائب الذين وقعوا يعني اللائحة اللوم يعني من مشارب مختلفة ومختلفة جدا، ويعني ليس فقط كما يسوقون لثلاث كتل، فيها 5 كتل. طيب. يعني 5 كتل موقعة على سحب الثقة من الياس فخفاخ، وهذا كذلك يعني دليل كونه هناك رفض في داخل مجلس نواب الشعب لهذه الحكومة وخاصة لرئيسها. طيب سيد فؤاد، النهضة وخلفاؤها أيضا مضوا إلى هذا المسعى لمحاولة الإطاحة بالفخفاخ من خلال هذه العريضة التي وقعت، وكان الأمل معقودا على الذهاب للبرلمان لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ بتوفير أكثر من 109 أصوات، لكن حين مضى الرئيس الآن إلى هذه الخطوة بطلب الاستقالة واستقال الرجل الفخفاخ وخرج من المشهد السياسي، هل يظل بإمكان النهضة وحلفائها أيضا المضي بعد في هذا المسعى الذي تبعنا أحاديث كثيرة عنه بأنه نسقط الحكومة ونأتي بغيرها ونوسع ما يسمى الحزام السياسي وتشترك قلب تونس ضمن هذه الأحزاب الشريكة في أي ائتلاف حكومي مرتقب؟ شوف، كل حركة وكل حزب يتحدث عن نفسه بنفسه، لست ناطق رسميا باسم أي حزب، أنا أتحدث باسم حزب قلب تونس، أنا ممثل حزب قلب تونس. وبالنسبة لحزب قلب تونس قلناها منذ البداية وبعد نتائج الانتخابات، قلنا لسنا يعني طلاب سلطة ولا لسنا معنيين بأي
حقيبة كان تتذكر يعني منذ الانتخابات. ويعني نفس الشيء بالنسبة اليوم، نحن ليست لدينا مشكلة مع السيد رئيس الجمهورية، ثقتنا فيه كبيرة، واليوم يعني إذا اختار شخصية يعني قادرة على التجميع وقادرة على أن تكون يعني موحدة وتخدم تونس، فالأكيد نحن سنكون مساندين لها دون شروط. ولو أنه القراءة الدستورية بالنسبة لنا تقول كونه هذه الاستقالة لا معنى لها باعتبار وجود يعني لائحة اللوم، وبالتالي يعني هناك خلاف دستور، لكن راهو نحن في مصلحة تونس لا يعني نخاف أحد، وبالتالي فنحن ثقتنا كبيرة في السيد رئيس الجمهورية، وثقتنا كبيرة في الأطراف السياسية الصادقة في خدمة تونس، وبالتالي نحن اليوم يعني ما الوضعية التي وجدنا فيها لسنا بمسؤولين عنها، بل المسؤول الوحيد عنها هو إلياس فخفاخ، وبالتالي يعني لا مسؤولية سياسية وأخلاقية علينا، وكلها هي على إلياس فخفاخ، وبالتالي اليوم علينا أن نفكر في يعني ما بعد إلياس فخفاخ. وكما قلت لك نحن ليست لدينا شروط مسبقة، نحن فقط نريد مصلحة هذا الوطن، ولا قلنا تقييمنا لكونه الشخص هذا يعني غير قادر على إدارة شؤون البلاد. في ضوء كل هذه التطورات ينهض مجددا سؤال، ماذا بعد سيد محمد صالح؟ ماذا بعد بتصورك بعد هذه الاستقالة؟ وكما أشرت قطع الرئيس سعيد الطريق على حركة النهضة، ما السيناريو الأرجح والأكثر توقعا بتصورك؟ السيناريو الأرجح أنه السيد رئيس الجمهورية سيطرح من جديد اسم مرشح لرئاسة الجمهورية، وسيقول للجميع أنه ما زال يملك بخيوط اللعبة، ما على الآخرين أن يكملوا مؤامراتهم، وما على الآخرين أن يكملوا كل هذه المناورات الجانبية. في نهاية الأمر اليوم اللاعب الأساسي والرئيسي في المشهد السياسي التونسي هو الرئيس قيس سعيد، أحببنا أم كرهنا أو أحبوا أم كرهوا، بالتالي فإنه المبادرة سيطرحها قيس سعيد وسيطرح الشخصية، وهو يملك وهو يطرح يعني منذ حتى طرحه لسيد الياس الفخفاخ شروط للتحالفات الحكومية، سيكون طبيعي جدا قلب تونس بكل هذه الارتماء غير طبيعية في أحضان حركة النهضة خارج دائرة الفعل السياسي وحتى خارج دائرة يعني استطلاعات الرأي الشعبية. في نهاية الأمر خسر اليوم قلب تونس ليس فقط معناتها من صوتوا له، وإنما خسر الأساس الأخلاقي الذي دعا له رئيسه نبيل قروي عندما قال يوما ما أنه لن يتحالف مع حركة النهضة. للأسف اليوم هو لا يتحالف فقط مع حركة النهضة، وإنما يخدم بشكل معناتها صغير وصغير جدا أجنداتها الإقليمية وأجنداتها الداخلية. يعني ما يمكن قوله أنه إجمالا تحالف قيس سعيد مع اتحاد الشغل أكبر منظمة نقابية تأسست سنة 1946 سيحددون المشهد السياسي في المستقبل، كان الياس الفخفاخ رئيسا لها أو غيره، وبالتالي فأن اللعبة السياسية عزلت قلب تونس وحركة النهضة وائتلاف الكرامة في الزاوية، ليس فقط برلمانيا وإنما شعبيا وأكثر من ذلك أخلاقيا. لكن سيد محمد في المرة الأخيرة حين كانت البلاد تحاول الوصول إلى إجماع ما على شخصية لتولي رئاسة الحكومة وتشغيل وتشكيلها وإقرارها لاحقا، اصطدمت بكثير من العقبات والتأخير، وظلت البلاد في حالة فراغ ربما لأسابيع طويلة. في ضوء هذه التجاذبات الحاضرة الآن في نفس المشهد، ربما في تكرار لسيناريوهات سابقة، هل يعود سيناريو التأخير والمماطلة يتكرر مجددا هذه المرة؟ فعلا 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 تمام، اتفق معك تمام الاتفاق مع هذا الرأي، لأنه سندخل في عطلة برلمانية ربما في آخر شهر جويلية إلا إذا كان هناك يعني جلسات استثنائية للمصادقة على الحكومة، وإنما تأبيد الأزمة السياسية يعني سيكون يعني أمدها طويل وطويل جدا. اليوم يتحول الياس الفخفاخ إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، من هنا إلى أكثر من شهر سيطرح رئيس الجمهورية مشاورات لطرح اسم جديد، فبالتالي أنا أعتقد أنه سنة 2020 ستكون سنة تصريف الأعمال كما كانت سنة 2019 منذ وفاة الباجي قيد سبسي، وبالتالي هذا سيعمق الأزمة السياسية، ثم سيعمق الأزمة الاقتصادية، وسيعمق أيضا أزمة الأحزاب التي أرادت للياس الفخفاخ بدون وجه حق، أريد أن أقول هنا بدون وجه حق
يعني عملية إزاحته، لأنه قلب تونس كان عليه أن يطرح ملفات رئيسه أمام الرأي العام، وتضارب المصالح والتهرب الضريبي وعملية تبييض الأموال التي سجن من أجلها يعني في شهر أغسطس الماضي قبل أن يطرح ملفات غيره. وبالتالي اليوم نحن أمام أزمة سياسية ربما تطول أمدها إلى ما بعد 2021. سيد فؤاد، في ظل هذا الاشتباك السياسي القائم في البلاد، التوافق على شخصية لتولي الحكومة قد يبدو أمرا صعبا، وقد يطول مسار البحث عن هذه الشخصية التوافقية، بالتالي المرجح أن تعود البلاد إلى سيناريو الفراغ. هل يأتي هذا في مصلحتها، مصلحة البلاد، كما كنت أشرت قبل قليل في تبرير لهذا الإقدام من بعض الأحزاب على المضي للإطاحة بالفخفاخ من رئاسة الحكومة؟ هو في الحقيقة خليني دعني أقول كونه مضحك ما كان يقوله هو ضيفك، وأقول له كونه يعني الفخفاخ انتهى وعليه أن يذهب إلى سيناريوهات آخر ويدافع عن أشخاص آخرين. والآن نحن يعني الأكيد كونه عندما رهن على سقوط إلياس فخفاخ فهو اليوم سقط، وبالتالي بالنسبة لنا السياسة نتائج، ونحن هذا أولا. واعتقدنا كونه في مصلحة تونس كونه إلياس فخفاخ يستقيل. طيب، وبالتالي استقال. السياسة نتائج سيد فؤاد، لكن النتيجة وفق بعض التصورات قد تكون مزيد من الأزمات ومزيد من الفراغ. هل يأتي هذا في مصلحة البلاد كما كنت أشرت؟ طبعا كما قلت لك سابقا، نحن لسنا مسؤولين عن هذا. يعني من هو مسؤول سياسيا واخلاقيا امام الشعب التونسي هو إلياس فخفاخ، هو الذي يعني تحوم حوله شبهات تضارب مصالح، هو الذي اقترف يعني هذه الاشكاليات وهذه المشاكل، وبالتالي نحن موجودين لايجاد الحلول. ونحن قلنا منذ اليوم الاول مدين يدينا لكل الاطراف السياسيه لايجاد الحلول، لكن للاسف هم تعنتهم وسياستهم هذه، لكن كما اشرت سيد فؤاد، هي اللي خلتهم اليوم كل ما تحدث به هذا. كل الاتهامات الموجهه كانت للفخفاخ هي في اطار الشبهات، وانت استخدمت هذا المصطلح ايضا. بالتالي اذا كانت البلاد امام هذين الخيارين، اما الابقاء على رئيس حكومه تحوم حوله شبهات ما بالفساد، او اما الذهاب الى سيناريو الفراغ ومزيد من التعقيد في هذا المشهد السياسي المتأزم، الا ترى بانه الابقاء على الامر الواقع على عيوبه في اطار شبهه الفساد تظل هي ربما كانت الخيار الافضل؟ لا يمكن لنا ان نرضى بان يبقى السيد إلياس فخفاخ طالما تحوم حوله هذه الشبهات. اليوم نحن نتحدث عن مصداقيه حكومه، يعني هذه الحكومه ضربت مصداقيتها، ولم يعني اليوم الشعب لم يعد يثق في هذه الحكومه. يعني اليوم يتحدث الشعب التونسي يتحدث على كونه رئيس حكومه يعني حرم التونسيين من 200 دينار، بينما يعني هز شريكته يعني 44 مليار، وبالتالي هذا ما يدور في ذهن المواطن التونسي. وبالتالي اليوم يعني هو مواصلة إلياس فخفاخ لترأس الحكومة. طيب، فيه مزيد تعقيد للوضع الاجتماعي والاقتصادي، ولكن كما قلت لك تونس برجالها، وتونس لن تضيع ولن يكون هناك فراغ سياسي. طيب، ستكون هناك حكومة أفضل من هذه الحكومة كما قلت لك، ونحن فيها أو غير فيها هذا غير يعني غير مهم بالنسبة لنا. اليوم بالنسبة لنا المهم هو مصلحة تونس، وأنه مصلحة تونس يعني في كونه تأتي حكومة ما بعد فخفاخ، يعني طيب، حكومة قادرة على يعني تقييم أولا الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي تعيشه بلادنا وإيجاد الحلول الحقيقية لي. سيد محمد، بالتوازي مع كل ذلك، هناك مسار آخر نشط تحت قبة البرلمان من خلال تحركات بعض الكتل السياسية الساعية للإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان. ما تأثير هذه التطورات على تلك المحاولات في البرلمان؟ هي أكيد جدا ستدفع باتجاه أنه حتى لو لم يسقط راشد الغنوشي على مستوى سحب الثقة، هو سقط سياسيا وسقط على مستوى معناتها الأداء الوظيفي للرجل، يعني منذ توليه رئاسة البرلمان والتي كان قلب تونس مساهما أساسيا في دعمه أن يكون رئيسا للبرلمان، وأسفاه حقيقة هذا. ثم ثانيا أنه راشد الغنوشي اليوم يعني أصبح وكأنه شبح على رأس البرلمان التونسي، لأنه لا يحضر هذه الجلسات، ثم لا يحضر يعني الإشكاليات الأساسية في إدارة الجلسة، هو فقط يدير بشكل سري هذه الجلسات من خلال
أحد أقربائه يدعى لحبيب خضر أو مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب، وكأنه أحدث جهازا سريا داخل البرلمان التونسي لخدمة أجنداته الشخصية ولخدمة أجنداته الأقليمية. لابد أن نقول الحقيقة في هذا الظرف الزمني، لا يمكن أن نغطي كل هذه العورات ولا يمكن أن نغطي كل هذه السلبيات بمنطق الانتهازية السياسية التي يتكلم بها السيد ضيفك، لأنه ربما ضيفك يدافع عن رئيس حزبه، ولكن التاريخ لن يرحم غدا لا رئيس حزبه ولا شخص المتواضع ولا أي شخص. اليوم يعني راشد الغنوشي أساء كثيرا إلى البرلمان التونسي وأساء كثيرا إلى المشهد السياسي التونسي، لأنه جعل من 217 نائبا تونسيا وكأنهم رهينة في أجنداته الداخلية من خلال علاقاته المشبوهة إقليميا ومن خلال علاقاتها المشبوهة محليا. راشد الغنوشي لم يطرح يوما مبادرة تشريعية تخدم الفقر في تونس مثل ما يتحدث معناتها ضيفك، ولم يطرح يوما في تونس مبادرة لإصلاح العمومي، كل همه أنه خدمة مصالحه الشخصية، وكل همه أنه خدمة معناتها أجندات مشبوهة لا هدف لها إلا خدمة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. اليوم إذا كان ضيفك يريد أن يدافع على التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فليقولها بكل أمانة وبكل صراحة، بدون مواربة وبدون هروب من الحديث وبدون هروب من الحقائق. نحن لا ندافع عن الياس الفخفاخ، نحن ندافع عن هذه الأرض الطيبة، ندافع عن تونس كان على رأسها الياس الفخفاخ أو غيره، لأن هناك سرطان حقيقي في هذه البلاد اسمه الإخوان المسلمين يدفع بالبلاد إلى الخراب ويدفع بالبلاد إلى الانهيار ويدفع بالبلاد إلى الهزيمة الأبدية ويدفع بالبلاد إلى الانكسارات الكبرى. ربما اليوم ما يعاب على قلب تونس أنه مجرد بيدق سياسي في خدمة معناتها على أجندات الإخوانية، وهذا لن يرحمه فيه التاريخ ولن يرحمه أيضا حتى ناخبيه، حتى ناخبيه هو اشتغل طالب أخير باختصار من السيد التيار الحداثي المدني، ربما لن يرحمه في القريب العاجل. أسمع تعليق أخير منك سيد فؤاد، يبدو هذه الاتهامات للغنوشي بسوء الإدارة وبالتورط في تعدي على أدوار رئيس الجمهورية وأدوار رئيس الحكومة وعلاقاته الخارجية لا تبدو مصدر قلق لقلب تونس، أليس كذلك؟ نحن قلنا أننا نغلب مصلحة الوطن قبل كل شيء، ونحن يعني اليوم في البرلمان حزب قلب تونس حزب يعني له قراراته السيادية ويعني ليس له أجندة مع أي طرف، ونحن وهيك شفت يعني في كل قراراتنا يعني نحن من أسقط حكومة الجملي، نحن من أسقط صندوق الزكاة، نحن من يعني شوف، لكن للأسف هذم ذاكرتهم قصيرة جدا ولمصالحهم يمكن أن يشتموك وأن يسبوك بكل الشتائم فقط لكونه لم تذهب معهم في طريقهم. نحن لن نكون بيدق في يد أي حزب، نحن بوصلتنا واضحة، بوصلتنا تونس واضح. وبالتالي لا يمكن أن ننجر يعني وراء أي توجه كان. وقتنا انتهى تماما، أشكرك جزيل الشكر من تونس ضيفنا السيد فؤاد ثامر النائب في البرلمان عن حزب قلب تونس، ومن تونس أيضا الشكر موصول للكاتب والمحلل السياسي السيد محمد صالح العبيدي، شكرا جزيلا لكما. هذه الحلقة مستمرة وفيها بعد قليل. الحكومة العراقية تتطلع إلى نزع سلاح الميليشيات والقبائل، من يؤيدها وما هي الصعوبات؟ أهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني. أعلنت الحكومة العراقية التي اجتمعت في البصرة عن اتخاذ إجراءات جديدة لحماية المنافذ البرية والبحرية وفرض هيبة الدولة وتحريم السلاح غير الشرعي وحماية المال العام، فهل يستطيع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يمضي بمشروعه قدما لمواجهة الجماعات المسلحة، وما هي حدود قدرة خصومه على عرقلته؟ مصطفى الكاظمي نقل معركته ضد السلاح غير الشرعي إلى البصرة، فعقد اجتماعا لمجلس وزرائه هناك ليوصل رسالة أشد وضوحا هذه المرة ضد حملة السلاح من الأحزاب والميليشيات والقبائل، كما فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية. صوت الدولة وسلاحها يعلو فوق أي سلاح غيره، ومصالحها وهيبتها فوق الجميع. تلك هي الرسالة التي يسعى الكاظمي إلى إيصالها للذين ينتهكون القانون ويرفعون السلاح بمعزل عن قوة الدولة. فهل يملك الكاظمي ما يكفي من القوة لكي يفرض إرادة الدولة على دولة الميليشيات؟ ألا يبدو كأنه يسير في حقل ألغام أمام القوة التي تشكلها مجموعات مسلحة متنوعة تتصرف وكأنها هي الدولة؟
وإذا ما نجحت حكومة الكاظمي من تقليم أظافر الميليشيات المولية لإيران، فهل تسمح له إيران بذلك دون أن تحرك عصاباتها لتختاله أو لتعرقل مسعاه؟ وهناك أسئلة أخرى كثيرة، إلا أنها جميعا تصب في وجهتين. الأولى تتعلق برد إيران على ما يمكن اعتباره تهديدا لمصالحها، والثانية قدرة الحكومة على أن تجد سندا يكفي لكي تمضي في الطريق الذي يخطه الكاظمي. إيران المنهكة اقتصاديا لا تبدو في وضع يسمح لها بخوض تحدي مكشوف مع حكومة الكاظمي وميليشياتها التي كانت تنهب المال العام لكي ترسله إلى الحرس الثوري الإيراني، لا تجد الآن ما تنهبه. العراقيون يمكن أن يوفروا لحكومة الكاظمي السند الداخلي الذي تحتاجه إذا ما وجدوا أنها جديرة بالثقة وتفعل ما تقول. بدورها لم توفر الولايات المتحدة رسائل الدعم، وفي أحدث إيجاز صحفي لرئيس القيادة المركزية الأمريكية قال كينيث ماكينزي إن قيادته تتفق مع الكاظمي في مساعيه لإخضاع الميليشيات لسيطرة الدولة. ماكينزي قال أيضا إن قواته نشرت منظومة دفاع جوي في المنطقة الخضراء، وهي إشارة ليس لحماية القوات الأمريكية وحدها وإنما لحماية الخضراء نفسها، كما لم توفر الولايات المتحدة الإشارات الأخرى التي تحذر إيران من مغبة القيام بأي عمل ينطوي على تهديد للاستقرار في المنطقة. هناك إذن قوة يستطيع الكاظمي أن يستند إليها، ومن بينها قوة الجيش الخاضع لسلطته، سوى أن ذلك قد لا يكفي لتحييد قدرة إيران على أن تشكل تهديدا له ولحكومته طالما أنها تستند لعصابات كثيرة الجرأة قليلة التكاليف. لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من بغداد الدكتور عادل المانع الكاتب والمحلل السياسي، ومن عمان السيد باسل حسين رئيس مركز كلوادا للأبحاث والدراسات. مساء الخير، مرحبا بكم. أبدأ معك سيد باسل من عمان. مرة أخرى يرفع رئيس الحكومة الكاظمي شعار حصر السلاح بيد الدولة، وتصدر حكومته قرارا اليوم بعدم السماح لأي جهة سواء عشائرية أو حزبية بحمل هذا السلاح. هل الحكومة بتصور قادرة على المضي أبعد في هذا المسعى وهذا التوجه؟ إذن مساء الخير سيدي الكريم ولضيفك السعادة والمشاهدين الكرام. أنا أعتقد هذه الخطوات صحيحة، على الأقل تحاول أن تسير بالدولة نحو الاتجاه الصحيح، لأن قوى اللا دولة هي التي تهيمن على المنافذ الخارجية وعلى الداخل، على قرار الحرب والسلم، على كثير من الموارد الاقتصادية وأيضا الموارد. من لا يدعم هذه الفكرة هو ضد الدولة تماما ومع العصابات ومع الميليشيات، وأي شخص لا يدعم هذه الخطوة أنا أعتقد هو شخص إما منتمي إلى هذه الميليشيات أو أنه يفضل أن تبقى لا دولة والفوضى. أنا أعتقد أن هنالك دولة عميقة باتجاهين، الدولة العميقة الموالية لإيران اللي استطاعت إيران خلال 17 سنة أن تبني خطوط موالية لها في الداخل العراقي، وانتهت بأن هنالك ميليشيات أصبحت قوة موازية تتبع الأجندة الولائية لإيران، وتحاول حتى أحيانا نقل الصراع الأمريكي الإيراني داخل العراق. الخط الثاني هو خط الفساد،
والذي يعني أيضا يوالي ويستفيد منه هذه الجماعات المتشددة بكل أصنافها ومن ضمنها الجماعات الولائية، إضافة إلى هناك قوى منفلتة أو قوى يعني تحاول أن القوى المشكلة ما قبل الدولة، ومنها هناك بعض القوى العشائرية أيضا تسيطر حتى على بعض الحقول النفطية، بعض المنافذ بسبب ضعف الدولة، وهذا أمر طبيعي. كلما ضعفت الدولة كلما قوت الجماعات الأولية، وهذا يعود بنا إلى يعني الملك فيصل الأول في مذكراته هنا كتب، قال كيف هناك تكتلات سكانية إذا كان العشائر يملكون 110 ألف قطع سلاح والجيش العراقي يملك 30 ألف سلاح. يبدو أن التاريخ وكأنما يعيد نفسه، هنالك قوى عشائرية حتى تملك أسلحة يعني ومدافع وهاون والآخر وتسيطر على كثير المنافذ. الآن أيضا هذه الميليشيات تحاول الوقوف ضد يعني هذه الحركات الإصلاحية، هنالك حركة تصحيحية وينبغي الوقوف مع ما يريد السيد كاظم، ليس المعارضة هو على السيد كاظم، بل ينبغي عدم إبعاد جميع الصراعات السياسية والذهاب ودعم موقف السيد كاظم، لأنه أنا أعتقد الآن يمضي وفق الاتجاه الصحيح. صحيح لديه يعني ليس لديه سند أو قوة سياسية، لكن أنا أعتقد أن القوة الشعبية ستزداد قاعدة الدعم، لأن لا أحد يرغب من الشعب. غياب هذه القاعدة السياسية وهذا الدعم السياسي يطرح كثير من التساؤلات حول إمكانية المضي أبعد في هذه الخطوة سيد باسي، لكن سأعود حول هذه النقطة لك بعد قليل. دكتور عادل في بغداد، مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد. هذا القرار وهذا التوجه من حكومة الكاظمي بحصر السلاح هي خطوة صحيحة تسير بالدولة نحو الاتجاه الصحيح، ما رأيك في ذلك؟ بدأ تحياتي لك سيدي الفاضل ولضيفك الكريم أستاذ باسل. أهلا. ولمشاهدي قناة الغد أينما كانوا. بدأ قبل الإجابة دعني أعرب عن تحفظي على تقريركم وعلى ما جاء في التقرير بالإشارة إلى إيران، لأنه القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الوزراء المنعقد في البصرة ما من عاقل لا يدفع باتجاه تعضيد هذا القرار، حصر السلاح بيد الدولة سواء كانت عصابات خارجة عن القانون أو عشائر، بالتالي يجب أن يدفع السلاح إلى الدولة وتكون هي صاحبة الهيمنة. ولكن دعني أعود بك قليلا يعني إلى 17 سنة خلت بال2003، خلينا نبحث الأصل، ليش يعني لماذا وصل العراق إلى هذا المستوى. الأصل مو إيران كما تفضلتم بالتقرير ولا الدفع الإيراني، الأصل بأمريكا. بال2003 لما اجتاحت العراق وحلت المؤسسات الأمنية، بمعنى غابت الدولة وغاب القانون، بالتالي يعني خرجت لدينا مجاميع، منها عشائرية مسلحة، منها على شكل مجتمعي عصابات وما إلى ذلك، ومنها الخط الثالث اللي هو أساسا مجتمعي ولكن بدأت تضفي عليه الشرعية السياسية لدخوله في المعترك السياسي، وكأنه أصبحت السياسة غطاء له. هذا النزر القليل. طيب. فبالتالي بدت هذه المجاميع أكثر قوة من الدولة، حتى الدولة ما لا تستطيع الاحتكاك بها بشكل مباشر، ولهذا القرار من حيث الأصل صائب جدا. ولكن السؤال الأهم هو هل يقوى الكاظمي على نزع سلاح العشائر أولا ثم يمضي إلى من هو تحت الغطاء السياسي؟ أنا حقيقة أشك في ذلك، لأنه لا تزال مقومات الدولة من حيث الفرض هي ضعيفة جدا، وعندنا يعني وصولنا اليوم بالعراق إلى أن تحتكم تحت السنن العشائرية، تحت التقاليد العشائرية أكثر مما أن تلجأ إلى القضاء العراقي والقانون العراقي. لكن دكتور عادل، نسمع دائما هذا الطرح بأنه أساس المشكلة في العراق هي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الطرح على مشروعيته، لكن كأنه يبدو في مرات عديدة الهدف من ورائه هو إعفاء إيران من المسؤولية جراء ما آلت إليه الأوضاع في الداخل العراقي، لأنه دكتور عادل بنظر الكثيرين مشكلة السلاح المنفلت الآن في الداخل العراقي هي مشكلة سلاح الميليشيات المدعومة من إيران، بالتالي دون مواجهة حقيقية مع هذا السلاح ومع هذه الميليشيات تظل كثير من التساؤلات حاضرة حول إمكانية تنفيذ هذا الوعد الحكومي.
لا إذا 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 تسمح لي في هذه النقطة في هذه الجزئية، لا إطلاقا هذا التصور يعني أقل ضعفا مما ندفع به باتجاه أمريكا. ليش؟ لأنه معظم هذه يعني وكأنه البعض يخشى من أن يطلق العبارة بشكلها الصحيح، يعني الأعم الأغلب ممن ينعتون على أنه هاي ميليشيات تبع إيران هو لا يجرؤ أن يقول أنه هي هذه مجموعة فصائل الحشد الشعبي، فليتحلى بالجرأة والشجاعة ويقول إنها فصائل. إذا قال كذلك هذا يرجع على الحكومة وكأنه يشير بأصابع الاتهام للحكومة، لأنه القائد العام للقوات المسلحة هو من يرأس الحشد الشعبي وبإمرته مباشرة. ولكن الأصح دعنا نقول إنه هناك عصابات خارجة عن القانون، سموها ميليشيا سموها، ولكن هي ليست تابعة إلى مؤسسة حزبية تعمل في الدولة العراقية بقيادة العام القائد العام للقوات المسلحة. هذا هنا الأمر يعني يمضي بنا الى ان يعني ان نفكك اجزاء هذه لكن هذه لكن دكتور عادل نفهم هذا المسعى والهدف من ورائه وهذا الاعلان من رئيس الحكومه الكاظمي حين يتحدث عن نزع سلاح القبائل او العشائر والاحزاب السياسيه، هل المشكله فعلا هي في سلاح العشائر التي ربما نسمع عن هذه المشكله للمره الاولى؟ اساس المشكله في المشهد السياسي العراقي وسلاح الميليشيات المدعومه ايرانيا بغض النظر عن علاقتها المباشره من عدمها مع القائد العام للقوات المسلحه، ليس كذلك دكتور عادل؟ لا لا، أنا أعتقد أنه زج كلمة العشائر وتجريد سلاحها في القرار هو للتغطية، يعني حتى الحكومة الآن هي وكأنها في حالة حياء من هذه المجاميع المسلحة. هذا جانب. الجانب الآخر أنا أعتقد يعني من خلال متابعتي أنها هي مجموعة خطوات سارت بها الحكومة لفرض هيبتها، والأهم في هذه القضية في قضية سيطرت بعض الأحزاب على الموانئ اللي هي موارد للعراق. طيب. هنا تسكب العبرات، هنا بيت القصيد كما يقال. سيد باسل، لماذا بتصورك حضرت الإشارة في هذا القرار الحكومي لسلاح الأحزاب السياسية ولسلاح العشائر، وغابت الإشارة سيد باسل فيها في عمان صراحة لسلاح الميليشيات؟ شوف، هو في البصرة هناك خصوصية، غالبا ما كانت هناك نزاعات عشائرية تعكر صف البصرة، إضافة إلى وجود الميليشيات، إضافة لوجود الأحزاب. النقطة اللي ذكرها أستاذ عادل أنا أتفق معها جزئيا وأختلف معها في النقطة الثانية. أتفق مع أن قرار بريمر بحل الجيش العراقي والقوات الأمنية كان من الأخطاء الكبرى اللي أدت، لكنه بالنتيجة النهائية هذا الخطأ استغلته إيران والقوى الموالية لإيران وحتى الأحزاب. يعني تصور كل الأحزاب تقول نحن سندعم الدولة، لكن كل الأحزاب لديها ميليشيات أو معظم الأحزاب هي لديها ميليشيات. قل لي من النادر لا توجد هنالك قوة ليس لديها ميليشيات. ثم جاءت لحظة الحشد الشعبي فاستغل هذا القرار. يعني عندنا حتى خطبة يعني قبل فترة ظهر تسجيل لوكيل المرجع الصافي قال تحديدا، قال انه القصد هو التطوع في القوات الامنيه وليس خلق ميليشيات، لكنه هذه الفتوى تم استخدامها وتوظيفها من ايران ومن قوى القوى الايرانيه وتم انشاء ميليشيات اصبحت الان هي القوه الموازيه للدوله وهي تحتكر قرار السلم والحرب. وحتى يعني القرار بانها تابعه ل يعني القائد عام القوات المسلحه اتضح في الازمه الاخيره في ازمه الدوره حينما اعتقد انها عباره عن كذبه، لان هذه الفصائل قد اقتحمت الخضراء واعتدت على جهاز مكافحه الارهاب، بل يعني انها احرقت صوره القائد العام ووضعت صوره في موضع لاهانه، وكان هذا بمثابه تمرد، بمعنى انه الامر اتضح انها كذب، انها تتبع ليس الى القائد العام للقوات المسلحة بل إلى ميليشياته وإلى المرجعية الولائية في إيران. بالتالي إنه معظم هذه القرارات حتى قرارات قصف السفارات، قصف البعثات الدبلوماسية، قصف هذه مصلحة عراقية، بالتأكيد هذه مصلحة إيرانية لأنها تحاول أن تنقل الصراع الأمريكي إلى الإيراني إلى الأرض العراقية، وبالتالي هي تخدم الأجندة العراقية. يعني بالعقل هل من مصلحة العراق أن يتم قصف البعثات الأمريكية وهي قوات
الاتفاقات من المفترض أن موقع الحكومة أن قوات صديقة أو تقصف القواعد العراقية المستضيفة لقوات التحالف. هل هذا ضمن منطق السيادة العراقية أو المصلحة طيب العراقية؟ هذا جانب سيد باسل، لكن بالعودة لإعلان الكاظمي لذلك الذي حمل كما أشار الدكتور عادل إشارة بحياء أو إشارة خجولة نحو الهدف الرئيسي من هذا القرار ومن هذه الحملة الحكومية، إذا كان الطرح والتسمية خجولة فما بالك بالتنفيذ سيد باسل؟ لأن شوف هو أصل القرار قانونيا لا داعي له، وأنا أقول لك إياها، لأنه القانون يمنع القانون بنفسه، هناك قانون قوانين تمنع الأحزاب أو العجار من امتلاك السلاح، لكنه هذا القرار تأكيد لقانون سابق، يعني لتأكيد لقرار نزل الأسلحة أن هنالك نية لتنفيذ القانون في هذا الاتجاه. في مسألة الميليشيات هو لا يريد الاصطدام مباشرة، لأن يعني تعرف أنه حينما تفتح جبهة مع الأحزاب ومع العشائر ومع الميليشيات ستكون جبهة واسعة جدا، وبالتالي هو يريد أنه يتبع خطوة بخطوة، ولذلك هو يعني اتضح له حينما اصطدم الميليشيات أن قوة هذه الميليشيات هو يريد أن هنالك التمكين للدولة، ثم يتجه في النهاية بالتأكيد إلى الصدام مع هذه الميليشيات. طيب. لا محالة من الصدام مع هذه الميليشيات، لأن هذه الميليشيات لن تخضع إلا بمنطق القوة، لأنه طيب. هكذا هم قالوا لن نسلمها بهم إلا بعد يعني ظهور المهدي، بعضهم هكذا قال يعني، وبالتالي يعني ليس هنالك من 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 حل إلا أنا أعتقد بالنتيجة النهائية إلا فرض القوة. فرض القوة من قبل الدولة على اللا دولة. لكن حين مضت الدولة لخيار القوة كما أشرت سيد باسل، اضطر رئيس الحكومة للتراجع عن بعض هذه الخطوات في إشارة هنا لقضية اعتقال بعض العناصر المنتمية لكتائب حزب الله العراقية المتورطة بإطلاق الصواريخ. قلت التمكين، يحاول التمكين. لكن دكتور عادل قلت بأنه لا يوجد عقل لا يدعم هذا المسعى من رئيس الحكومة ومن هذا الفريق الحكومي، لكن هذا الدعم يبدو غائبا، وتبدو الحكومة معزولة وماضية بخطوات مغطاة ببعض الحياء وببعض الخجل، لماذا يبدو الوضع كذلك؟ لا هو شوف إذا 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 تقرأ سياسيا في هذا الموضوع فيها عدة قراءات وعدة محاور ممكن مناقشتها. المحور الأول أنه يصدر هكذا قرار على مستوى عالي من رئيس مجلس وزراء، ومجلس وزراء يجتمع، لماذا أن يصدر من البصرة؟ يعني مو بس المشاكل العشائرية وحملة السلاح من العشائر ليست فقط في البصرة، في الناصرية، بالعمارة، بالديوانية، بالفرات الأوسط، حتى في بغداد موجودة، ولكن لماذا في البصرة؟ هذه إشارة سياسية إلى ما سبق الإعلان عنه، عن تجمع سياسي جديد هو يريد أن يكون ظهيرا داعما إلى الحكومة من جهة، وهو بذات الوقت يشق صف مجلس النواب في لحمته كوحدة سياسية من جهة أخرى، يعني يزيد المشهد تعقيدا بهذا الجانب. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي يعني مبحث الأصل، أنا بتقديري المبحث الأصل أنه يعني رجوع رئيس الوزراء عن مجموعة من القرارات اللي أشرت لها جنابك وأشارها دكتور باسل في قضية أنه كتائب حزب الله يعني أطلقوا من احتجزوهم يوم الخميس، أطلقوهم فجر الجمعة، يعني لم تمضي 24 ساعة الاعتقال. هذا هنا ينطي مجموعة تساؤل، لماذا أولا أقدمت الحكومة على اعتقال هذه المجموعة إذا كانت هناك تهم ملصقة حقيقية؟ فبالتالي يجب أن يمضي القضاء بالبت بها، وإلا يعني عدم وجود تهمة حقيقية والإفراج عنهم يعني أمر من أمرين، أما ضعف الدولة مقابل قوة هذه الميليشيا التي تنعت بأنها ميليشيا، هذا واحد. اثنين، تكون ضعف في الرؤية، لم تكن هناك رؤية حقيقية للدولة بهذا الاتجاه، ولكن إنما هي كانت رسالة تهديد سبقت اجتماع البصرة. ألا ترى الخيار الأول هو الأرجح دكتور عادل بأن سطوة وسلطة هذه الفرق العسكرية، هذه الكتائب، هذه الميليشيات تبدو أقوى، سلطة اللا دولة تبدو أقوى من الدولة بذاتها، ليس كذلك؟
أنا أراها، أنا شخصيا أراها أقوى. الأدلة على ذلك كثير. لو لم تكن أقوى لاستطاعت الدولة مجابهتها، وإلا لماذا الدولة تجامل هذه إن كانت تعتقد الحكومة على أنها فعلا هذه جهات هي خارج عن القانون. فبالتالي ما من عاقل، ما من وطنيين، ما من عراقيين لا يدفع باتجاه تجريد كل السلاح لدى كل الجهات، سواء كانت عشائرية أو سياسية أو حزبية أو ما إلى ذلك، هي خارج عن القانون. إلا بسلاح القانون، إلا من يعطى سلاحا قانونيا مشروعا تحت سيطرة الدولة. طيب. وتحت علم الدولة من حيث العدد ومن حيث العدة ومن حيث الإمكانية وما إلى ذلك. شكرا، شكرا جزيلا. وقت حلقتنا انتهى تماما. أشكرك من بغداد الدكتور عادل المانع الكاتب والمحلل السياسي، ومن عمان السيد باسل حسين رئيس مركز كلوادا للأبحاث والدراسات. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، في ختام هذه الحلقة شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.